خش من كل بيبان الصنعة الحلوة وتعلم النقشة والرسمة والوشمة، اللي بيحلم يا ما يشوف. ومحمود، محمود قصته جميلة وبسيطة. اختار النقش والنحت على الخشب بأزميله، اختار التراث الشعبي البسيط اللي سارح في البيوت في جنوب مصر، اختار الحكايات يحكيها مرسوبة زي ما كان أجدادنا بيحكوها في الليل وآخره، اختار يمشي في طريق الذكريات هنا، هنا في مدينته ورأس ماله الأقصر. ومن الأقصر قطع كل المشاوير 10 سنين وأكتر، لغاية ما قدر يبقى قصة كبيرة، قصة فصولها منتجاته اللي صنعها من الخشب بعشق ما بينتهيش، وهو في عشق الخشب بقلبه الطيب وموهبته اللي بتطوعه بيقدر يعمل حاجات حلوة كتير شبهنا بزيادة. معانا حاجة من الأقصر، عظمة عظمة العظمة. ازيك؟ الحمد لله تمام. عامل ايه؟ كل سنة وانت طيب. وانت طيب صح. ايه الحاجات الجميلة دي؟ بفضل ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله. انت مشوار دلوقتي يعني داخل في ايه، 15-16 سنة تقريبا بتعافر علشان تطلع منتج باسمك بالجمال ده ومصري مصري. الحمد لله. قولي بقى الحكاية بدأت من ايه؟ الحكايه بدات من 2007 في الفكره ان انا اتخرجت من كليه التربيه الفنيه تربيه نوعيه، وكان نفسي اتعين معيد والكلام اللي بيبقى شباب اللي هو ايه متحمس، فما حصلش. ما حسبش بقى، وتعينت كمدرس تربيه فنيه بس ما حبيتش استمر على كده، ففتحت مرسم اسمه ارت هوم لوكسور. يعني احنا في الاقصر. في الاقصر. انت اتعلمت فين؟ في قنا. انا اتعلمت في قنا تدريب. تدريس. كان فكره المرسم ان انا كنت اصلا شغال مدرب فنون تشكيليه في مركز شباب، وجا في وقت ان احنا نقفل، اتقفل المرسم، في عندي 20 عضو شغال فهيمشوا، فحولت الموضوع على طول. وكان ليه فضل طبعا مدير النادي ان هو يقول لي طب اتوكل على الله واشتغل. فعلا اشتغلت. يعني في الاقصر فكره الحفر دي موجوده في البر الغربي على الحجر، في كل البيوت سواء على الحجر او على الخشب او على الخشب او الحجر. فاتجهت لان انا اعمل موتيفات شعبيه، فن شعبي كده بسيط بيحكي تراث موجود في الاقصر. وكان برضو فكرة في نفس الوقت ان هي الماستر بتاعي ان انا حولته للرسوم الجدارية على منازل الاقصر، ازاي احولها لقصة وتوثيق ان يستمر بعد كده. طيب بص، عشان حلاوة المنتجات اللي موجودة النهاردة، وانا بشكرك ان جايب لنا كل الكلام ده من الاقصر، ده حاجة عظمة. يعني المنتجات اللي احنا قاعدين عليه ده دكة. تمام. دكة صعيدي ولا دكة فلاحي؟ لا صعيدي. صعيدي. بتختلف؟ بص حضرتك، مش القصه في الاختلاف خامه الخشب نوع. احنا كصعيده وطلعنا ان لقينا الدكه بتتعمل من خشب قتل، خشب تقيل شويه في الوزن بس بيعيش، عايش من الاجداد. ايه الخشب؟ أثل. خشب اسمه أثل. خشب شجر بيطلع على الترع والمصارف. اول مره اسمع عنه ده. او ممكن يكون ليه اسم تاني بس احنا عارفين ان هو اسمه أثل، حتى بيتحرف لكلمه قتل بالت. ده موجود على الترع والمصارف. المصارف في الوصول. عندنا في الصعيد. في الصعيد. موجود متوافر. وضفت عن الدكه اللي هي الدكه العادي ان انا احط لها وظيفه تانية، ان هي تبقى في منتجات بيبقى عليها ركن القهوه، فقلت انا استغل الفكره دي واخلي الدكه عباره عن وظيفيه وشكل جمالي في نفس الوقت. جميل. فعملت ان هي تبقى ركن قهوه، فضفت لها فكره درجين. طيب خلينا قبل ما نروح للدرجين، احنا دورك هنا انت عملت التصميم، نجار عملها، اللي ورا ده شغلك. ده كله نحت، ده شغلنا. النحت بقى. اللي هو ده الجزء ده واللي ده تحت. ده كل النحت اللي واللي هنا الدكه واللي هنا ده كله والتصميم ده شغل. حتى النكش ده برضو شغل الفريق اللي ما هو شغل. ده عباره عن حفر ثم تلوين. بالظبط. وفي اي نوع من انواع الحرق؟ لا مفيش حرق خالص. ما تستخدمش في لا حرق، لا نشتغل سبجات. وده بيتلون طبيعي خالص الاول، يعني البيت بيبقى الالوان ناصعه منوره، وبعد كده بنعمل على حاجه اسمها شروزه ونبدا نصنفر عشان يبين تبتين اللي هي التقديم ده، يعني نقدم الشغل نخليه هو حاجه قديمه مش جديده. طيب يعني جميل. ده بيعه انت الكنبه والكرسيين
بكرسيين وطبليه. والطبليه يعني دي الطبليه كده بتبقى دي ولا حاجه تانية. ممكن تبقى لون ابيض ممكن بس ممكن دي وبنشتغل كاستمايز بالقطعه. الطبليه دي الطبليه طبعا ايه، خلينا نشيل دول ونوريهم برضو لل ادي الطبليه لاولادنا اللي ما قعدوش اكلوا على الطبليه، واكل قعده الطبليه دي من اجمل القعدات في الاكل، وبعدين قعده صحيه على فكره فعلا، وفيها ونس وفيها لمه وتحس كده انك على طبيعتك يعني مش متانتك. مظبوط واخد راحتك. الطبليه دي برضو من نفس الخشب؟ من نفس الخشب رجليها الخرط ودي برضو بنعملها خرط وبره، وبنرجع احنا نشتغل عليها رسم يدوي كله ومسقط راسي كده اللي هي فكره البيوت. بس هو الموضوع كله توثيق يعني زي انت بتعتسي اهو. لا معموله حلو بصراحه، كمان النجار اللي معاك شاطر، نجار شاطر. وبعدين بقى الرسم ده بيبقى مين اللي بيقعد يشتغل، واحد ولا اكتر؟ لا بص حضرتك الرسم بيبقى شخص، شخص واحد. وتجهيز الخشب شخص، مرحله ثانيه في الورشه، والتشطيب في الاخر شخص، ان ده بياخد سيلر وماده عازله، وبرده بقى شخص ثالث في الورشه. يعني حاجه زي كده ممكن تعدي على ثلاثه، غير ان هي بتيجي من ورشه بره متشطبه. قول لي دي سعرها كام؟ دي عامله 2000 جنيه. 2000 جنيه الالوان والتصميم نفسه برضو، هي الفكره بترجع برضو للتفاصيل يعني، على فكره مش ثابته يعني، ممكن توصل 1000. ممكن تبقى يعني ليه ديتيلز اللي احنا بنحطه في اللوحه ليه دور في حسب التفاصيل. بياخد كام يوم بقى الـ النجار، وكام يوم اللي بيعمل الرسومات الحلوه دي؟ بص لحضرتك النجار ممكن ياخد اسبوع لما يكون خشب جاف وناشف. صنع هو لين، بضطر انا استنى عليه في الورشه عندي في المرسم اسبوع 10 ايام تاني عشان اطمن ان الخشب لم خلاص. ما ينفعش انا ارسم على طول طبعا والخشب لسه لا، ويبوظ كمان ويبوظ ويفلق والتاني يعني في حاجات كتيره. والشباب بيرسم ممكن ياخد 3 ايام رسم وتلوين. فالفلوس اللي فيها هي فلوس اليوميات على الاقل اللي الناس بتشتغل بيها يعني. طيب احنا ده الكورنر اللي احنا او ركن يعني اللي بدأنا التصوير فيه، قلت له بقى سيبه لنا في باب رزق كده نقعد، لأنه مريح صراحة، مريح جدا. مين زبونك اللي بيجي يشتري منك الحاجات دي؟ بس حضرتك أنا اشتغلنا على الزبون المصري الأول، ونحاولنا كان في قاعدة عندي نغير الثقافة من ناحية مش شرط حضرتك، كنا احنا طبعا اول ما طالعين كان الصناعه الصينيه منتشره، والطابلو اللي انت ممكن تشتريه ب5 جنيه وتعلقه طبعا. بس انا حاولت ان اعمل توثيق من ناحيه ايه، انت ايه عندك ستاره، ايه عندك سجاده، صورها وانا اعمل لك ماتشنج معاها في نفس الالوان، ما يبقاش انك انت واخد حاجه ومش عارف تبقى حاجه لايقه عليك والدمايه بالظبط والمقاس. شويه شويه طلبنا ان الزبون يبقى لينا زبون ويطلب الحاجه اللي هو عايزها بالظبط ويرسمها، والتصميم بيتدخل معايا من اول رسم رصاص. يعني ممكن اعمل رسم تصميم، طب غير لي اعمل لي، بناخد وقت، وبعد كده في الانتاج بيبقى يعني انا عزيز. خليت في زبون يوصل للدرجه دي. انت بتبيع في ورشتك في الاقصر وعايش في الاقصر وبيتك في الاقصر وورشتك وبيعك في القاهره بالظبط، معايا الجاليري هنا في القاهره في سوق الفستان. مين اللي بيشتري منك يعني، مين اللي فاهم ان هو يروح يشتري طقم دكه بالكرسيين بطبليه بترابيزه، ممكن دي تترفع شويه تبقى ترابيزه، بكرسي زي اللي حضرتك جنبك هنا متلون بالكرسيين اللي موجودين هنا هنشوفهم، مين زبونك؟ زبون مصري. مين زبونك يعني؟ شباب جديد بيبداوا يعملوا بيوتهم فعايزين بيتهم مختلف وبسعر كويس. بحضرتك البيوت في الساحل ناس كتير بتاخد منها عشان فعلا فينش الساحل. طب كويس جدا، كويس جدا. التجمع هنا في بدانا نصنع اوض نوم كامله بالدولاب بالسرير بكام ده، وده برضه بنفس الخشب ده، بنفس الخشب. لا بنشتغل بالخشب الزان. الخشب الزان بس التصميم يعني اللاين الخط الواحد هو اللي يشوف الشغل يقول مثلا بغدادي او ارت هوم. عظيم. لان حضرتك الفكره وبرضه ارجع لحضرتك ان فكره الاساس نفسه كانت فكره عميل عندي، عميل بيشتغل بياخد مني لوحات كتير فعنده شغل، فجاني في معرض قال لي يا بغدان انا عندي كتير طبلوهات، حاول تفكر تعمل اي حاجه تاني. فكانت الفكره ان انا ادمج بين الطبلوه وبين القطعه الاساس، ان انا احول الطبلوه قطعة اساس، ان القطع الاساس نفسها من غير معلق طبلوهات تبقى قطع الاساس قطعة نفسها طبلوهات. يعني ادي الطبليه دي قطعه فنيه جميله موجوده في البيت، بدل ما حاجه تتعلق تبقى موجوده معانا. قول لي كده يعني ثقافة الشباب اللي بيجوا ممكن يقول لك انا عايز افرش بيتي بشكل مختلف، كان الناس تدخل تقول لا انت عامل حاجة مختلفة مش على التقليدي اللي احنا معتادين، هل عندك شباب
فعلا صادفتهم كده؟ في وفرشنا بالفعل بيوت شباب لسه هيتجوزوا يعني من اول ما هم كانوا مخطوبين خطوا اختاروا معايا التصميم والطابلو والسرير والدولاب بنفس الشكل اللي هم عايزينه والمواصفات اللي هم عايزينها. يعني انت تقدر تعمل اوضه النوم والسفره واوضه اضافيه بالفعل ومطبخ الدرف والبيبان. تعرف تعمل لنا بيبان كده حلوه؟ تعرف بإذن الله. ده باب قديم، ده باب بقاله سنين السنين يعني، لكن نقدر نعمل باب حاجات تانية. بالظبط. ولا نقدر نضيف لباب زي ده رسومات؟ ممكن نضيف عليه حضرتك، وممكن تبقى مثلا الشغل مش ماتيريال رسم بس، ممكن يبقى ازاز معشق بنفس الموتيفات اللي احنا بنشتغل، بدل ما هي الشراعه تبقى معدن نضيف عليها حاجه تانية نقوي مع الشكل. انت برضو بتشتغل في الازاز المعشق او ضفته لشغلك؟ بضيفه مع ديل مع اصحابي اللي هم بيشتغلوا اساسا تخصص في الازاز المعشق بالتصميم بتاعي في الاقصر برضه. في الاقصر والقاهره يعني الاقصر والله شطاره، هم شطار بيشتغلوا في حاجات كتيره جدا. بيشتغلوا في حاجات كتيره جدا. طيب يفكر ان هو يعمل اقصر بلدنا بلد سواح فيها الاجانب تتفسح، وتقول عام وقت المروح بتبقى مش عايزه تروح وتسيب بلدنا. الاقصر بلدنا مش بس بلد سواح، مش بس حلاوه شمسها ولا كل الاثار الخالده على البرين الشرقي والغربي. الاقصر مدينه العشق والهوى، مدينه الميت باب، مدينه الشمس، العاصمه طيبه. الاقصر مدينه القصور الجميله، على ارضها الف سبب علشان نحبها، اهمها واجملها انها مدينه البسطاء اللي بيحلموا بكل حاجه حلوه. يلا نتفرج على منتجاتك الجميلة اللي فيها جهد ومبهجة وفيها طاقة، فيها طاقة حلوة الحمد لله. تعال نبص كده الأول على إيه؟ على الكرسيين دول، إيه بقى حكايتهم الكرسيين؟ بس حضرتك الكرسيين دول شخصيا أنا بدأت بيهم الشغل بتاعي نعسة وهريدي، اسمهم نعسة وهريدي. كان تصميم مندرة، يعني ما أجي أشتري منك أقول لك أنا عايز نعسة وهريدي. وفي فاطمة وويس وفي مسميات بأشكال مختلفة، كل تصميم ليه شكل. جميل. الفكرة إن أنا أعمل فكرة غير تقليدية، اولا في الاشخاص، ان انا عرايس الناس كلها اوثقها للاطفال اللي طالع، بدل ما اقول بسمتي وضياستي واشكال مش بتاعتنا، برجعهم الاسماء زي فاطمه وأويس ونعسة. اسماءنا الحلوه التراثيه، ودي كان يعني سكه احنا بدانا فيها. الكرسي في انشاء نفسه ده خشب زان ومعمول فيه كيرف صحي بحيث حضرتك قاعد عليه، وكيرف في وفي المقعده برضه نفس الكلام. مريح والله، ده كويس، ده هيفرد الظهر كمان، يفرد الظهر بالظبط. والوان زيت وده خشب زان، وعاملين عليه قصة كده بسيطة ان هم كده متصالحين، لو عايز حد في البيت يعمل فيه ان يجيب الكرسي ده من الناحية دي يبقى متخاصمين، لو ده جه هنا ده جه هنا اتخاصموا. عموما خلينا كده، ربنا ما يجيبش خصام، ربنا ما يجيبش خصام. ودي الترابيزه المتداخله دي، دي يعني يقدر اي حد يحطها في البيت ركن كده لطيف. بص حضرتك دي ممكن تستخدم باتنين، الوانه حلوه قوي ورسمين عليها بيوت الريفي هنا باينه، البيوت بيوت باينه اهي، وليها استخدام تاني ان انا لو مش عايزه ترابيزه في البيت ممكن اعملها وحده مكتبه، ان انا احطها جنب التلفزيون واحط فيها اي قطع اكسسوار. ده خشب ايه؟ ده خشب ببلكاش مصري. تمام. وواخد كلها يعني سلاحي. الدنيا متينه عليها. حلو جدا. ممكن تبقى يعني ليها كذا متعدد. جميل. ودي الثلاثه دول بكام بقى؟ دول ب 3000. 3000. بص حضرتك دي ممكن تتعمل برده ب 1500 ل 3000. تفاصيل كلها تفاصيل، دور عن التفاصيل، التفاصيل. عشان اي حد بيسال لكن عن السعر، مش السعر، دور على التفاصيل بالظبط. ممكن يبقى ساده خالص ما فيهاش اي حاجه غير التجزئه بتاعت الخشب، وادوبك لاين تحت بتنزل برده. لا بس هم كده عظيم على حسب. كلها على فكره الموتيفات المرسومه، الزير في موتيفات شعبي ما نعرفها دلوقتي، الشباب اللي طالع ما يعرفش ايه العين، العين وعربيه الفوق والنخله والطير الحمام والكفه والحصان، دي لمبه الجاز، لمبه الجاز. الرموز دي كلها ليها بتبقى فنيه، تنوره، مركب. جميل وحلو قوي الرسومات اللي عجبتك. استاذ واحد كده وادي ورانا على طول اللوحات، دي لوحه اسمها بتعه. انت واخد على طول الاسماء، ايه اسماء بتبقى ليها دور. مصريه بنرسم احنا لو لاحظت حضرتك برسم بعين واحده وممكن العين مغمضه، ليها فلسفه في الشغل بتاعنا.
فكرتي في العين الواحده ان كلنا لينا مستقبل ولينا ماضي، الماضي اترسم وشفناه، المستقبل بقى امنيه انا بتخيلها او بتمناها في اللوحه دي. انت مسميها حاجه بتعه يديك بوشوشها بيقول لها بيا نيكي راجع بسلام. يعني انا دلوقتي بتعه دي بتعيب منها كتير، لو طلب منها بتطلب اثر صغير كبير بتعمل لوحه بتعه بالراحه على اللوحه دي حضرتك. دي جميله جمال جدا، فاطمه وشيخ البلد. دي مصري خالص لو جدا. لو بصيت على حضرتك الباب القديم اللي هو المعبد اللي بيتقفل الباب بوابه، حلوه قوي قوي قوي. لو حد ده انت اللي بتصمم التصميمات؟ التصميمات. هنا بعد اذنك يا محمود، احنا هنا الموضوع مختلف. يعني الفنان اللي بيرسم عموما بيروح اي معرض، الفنان هو اللي بيرسم فكرته وبيحولها لتنفيذ. انت بتصمم والفريق اللي معاك الفريق ينفذ. ممكن نعمل اكتر من قطعه، وممكن اسيبه هو براحته يعمل فكره جديده او يحط الوان اللي هو عايزها. يعني مره اعمل له بلته، مره اعمل له بلته يشتغل عليها، ومره يشتغل براحته. طيب اللي بعدها مين؟ دي حضرتك العمده. يعني احيانا القصه ان اي عمار اللي انت شايفه الوان مبهجه اساسها راجل وست، الحقيقه ادم وحواء. جميل. هنا حضرتك ادم وحواء، ودي برضه فكره العين الواحده. العين الواحده، ما هي الفكره بقول لك ان هي الفلسفه بتاعتك. طيب لف كده بقى، ايه نبقى نتفرج. برضه نفس الكلام. هنا بقى دي حضرتك دمج ما بين الزخارف، ما فيها بيوت فيها زخارف اسلاميه. هنا عندك البيوت التراثيه مع الزخرفه السيناوي مع مين اللي موقع هنا؟ محمود. محمود شغلي. ده شغلك. بص حضرتك، وبيبقى في نسخه اصليه وانا بقعد اكرر منها. جميل. بس التصميم بقى النسخه الاصليه دي اكيد بتبقى اغلى. بالظبط. صح ولا ايه؟ بالظبط. وادي لوحه دي مولويه ومفيش حد موقع عليها، فدي نسخه مش اصليه. مش كده؟ صح، عرفت بقى خلاص. طيب دي لوحات، يعني نقدر نقول ايه، يعني اي حد ممكن هو فعلا يقتنيها، يبقى عنده قطعه جميله كده ويعمل قصه على الحيطه، ما يبقاش لوحه واحده، ممكن يعمل مجموعه كده. يحكي قصه كده. دي بكام بقى تتباع؟ دي 150. ب 150. رسم برضه الوان زيت كلها. ده بقى هتريس، دي فؤاده مع الميكس بتاعها اهو. بص حضرتك فين بقى دي مع دي؟ ده عارف هتريس وفؤاده. حلو قوي قوي. اللي هو شاديه وشيء من الخوف. جميل. زي كده. جميل. في الكلور المصري. في الكلور. ودي مع دي؟ ودي دي. حلوه اللعبه دي. انا حبيت. عرفتها ازاي بقى؟ ها؟ الخلفيه بتبقى واحده. عرفتها بالخلفيه طبعا. خلفيه. وفي مزج في الالوان ما بين اللوحتين. هي دي لعبه حلوه قوي. اللي هي بتخبز في البيت. لعبه جميله جدا. اننا ايه؟ قدام كده محدش عارف الحديث. يبقى ناخد كمان شويه نقعد على الطبليه كده نقعد نشوف القصه، نحط الحاجات جنب بعض. طب ما تيجي نعمل كده. ممكن نعمل قصه ولد جنب كده حاجه. احنا دي مع دي. دي ممكن. بص احنا لو عملنا ممكن نعمل الشخصيتين وهم بقى يركبوا وهم لسه صغار. ايوه ده هو انه مثلا كده ماشي حضرتك. وممكن نرسم دي مع دي. نرسم ان هم هي طبعا الالوان دي مش فيش دمج بينها قوي، بس ممكن نكمل. ممكن دي تتحط. دي رقصه نوبي بيبقوا الشباب واقف كده اسمها الرب، وده نوع من انواع الاحتفال بالفرح. حلو قوي. وممكن نقول هي كده نوع. ودي كده ممكن نحطها هنا تظهر جمالها. هم هنا تحت يعني خلاص اتجوزوا تحت النخله 5 سنين. جميله. مواصله. جميله. هادي حكايات. احنا بنعمل كده ايه؟ حكايه. بالظبط. قصة. بدأت هي بقى تخش حياة البيت، تبدأ تخبز، تبدأ تعمل. وبعدين دي عشان بقى لوح. بعدين دي عشان مشقة الرحلة. رحلة وبرده خير. ودي عشان الأكل. ده نوع بابور النحاس. البابور. بابور النحاس. في برج حمام، في زير، دي الحاجات بقى اللي استخدمها في البيت. عملنا لعبة حلوة صح؟ ده برج حلوة اللعبة دي كده؟ وطبعا دول على رأسهم. دي ممكن احنا نعمل قصه نقول للعميل ان في قصه ان انا احكي لك هم وفرحهم ومراسم الفرح بتاعهم. تعالى جنبي هنا يا اخويا. ومراسم الفرح ونبدا نحكيها على الحيطه وياخد هو يتوزع على الحيطه. ممكن ما تبقاش مقاس واحد، ممكن تبقى مقاس صغير ومقاس اكبر. اي مقاسات؟ لا هو يبقى ميكس كده يطلبها العميل. حلو قوي. ودي تبقى حاجات بسيطه. ودي دي نفس الحوار ان احنا حولناها صينيه.
صينيه للبيت وممكن على فكره وطبقه طابلو ان هو يشتغل الاثنين ممكن جدا. ده خشب ايه ده؟ خشب موسكي. موسكي صح. عرفته. دي دي برضه زخارف اهي اسلاميه. في بقى الحفره على الخشب. ده الحفره على الخشب بقى اللي هو من غير تليين. بص بقى حضرتك برضه فكره ان هم نعسه وهريدي دول كده على شخصيتين وكده لما بيتخاصموا بقى معلش قلنا ما ربنا ما جابش خصام بقى محمود ربنا ما جابش خصام ليه ده وتوظيف فني كده وده تصميم لكوستر قطعه ده ممكن جميل. تبقى كوستر للشاي وممكن تستخدم كموتيفه واحده في تاسيس جلاب ايه مصري 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 يعني عشان تحس ان احنا ايه في بلد. الحقيقه شغل جميل جدا يا محمود. قول لي بقى انت الخطوه الجايه عندك ايه؟ انت حققنا هو مشينا مشوار 15 سنه 16 سنه بالظبط. اللي جاي اللي جاي باذن الله ان انا يعني افرش اماكن كبيره في فرش وديزاين والكلام ده. ان انا البدايه كلها كان ترابيزه صغيره في اي معرض بننزل. بفضل الله دلوقتي لا الفريق كبر وبناخد مساحات مفتوحه في المعرض. تعمل مساحه كبير بقى وتحط فيه كل الشغل ده. نفرش اماكن كبيره ومعرض يبقى دايم. والتسهيل في التصدير ان انا بجد ناوي اقط يعني مشكلتي او مش هقول مشكله اساسيه ان يعني بس التسويق يزيد. انت صدرت فعلا؟ بالفعل طلعت بره مصر اكتر من مره. رحنا البحرين ووديت شغلي في برضو الكويت وده بوسطن وعملاء من خلال الاونلاين او المعارض وده كله راجع برضو للفريق. انا عايز الفريق بجد حلو روح الجماعه تبقى فريق قوي اكتر يعني هم اساس ويبقوا اكتر بدل ما هم 30 35 بجد نفسي يبقوا 100 عشان نشتغل هو متوزعين بقى عندك ألف. عندك مؤسسه كبيره فيها 1000 حد فيها 1000 باب رزق شغال كل دي ابواب رزق جميله وانا بشكرك جدا جدا على حضورك. كل حلم بيحتاج رعاية وعناية وإرادة واوعى تصدق حلمك إلا لما يكمل بجهد حقيقي ومعركة ضد أي فشل. سهل تشتكي من الشوك بس مفيش ورد من غيره. محمود كافح ولسه بيكافح. صبره صبر جميل ومشاويره تساوي رحلة طويلة لساه فيها بيحلم ويشتغل وهمته معاه. وحيفضل يدقدق على الخشب وينقشه ولا نقش كحك العيد وحلاوته. حيفضل ورا ايامه لغايه ما تطوعه على اللي في باله واللي في حلمه. حيفضل حرفجي فنان دماغه ناشفه معفره لغايه ما تتفتح ببان الرزق له ولغيره. باب رزقي افتح لو قصاده اتقفلت ابواب بس انت اسعى بقلب ورزقك سيبه على الوهاب رزقك في نفسك الراضيه في ستر وصحه مش في المال في حرفه في كلمه او صنعه بتعملها بطول البال لو تصاحب تضحك لك الدنيا